البيان اليوم، اقرأ في خيانة قطر. الأموال القطرية تغرق أوروبا والمستفيدهم جماعة الإخوان. الإمارات تؤكد قطر يائسة من دون محيطها ولن ينفعها التدويل. السعودية لا تمانع استمرار الأزمة سنتين وتطالب إيران بوقف الإرهاب والتدخلات. الدوحة وطهران محبطتان من نجاح موسم الحج وزيارة أكثر من 1500 قطري للمشاعر المقدسة. وفي كاريكاتير البيان، ركزنا في البيان اليوم على تراجع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية، وذلك بعد قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض نظام الدوحة المصرفي إلى سلبي، ومع تراجع السياحة التي كان السعوديون والإماراتيون يشكلون 75% منها، وأيضا تدهور القطاع العقاري وانهيارات البورصة، تنتظر الدوحة مستقبلا قاسيا للغاية. وتقرؤون للكاتب محمد يوسف بعنوان جزاكم الله خيرا. عندما يكون المشهد واضحا أمام الملأ بكل تفاصيله، لا يصدق الناس الأكاذيب ولا يلتفتون إلى صراخ كالعواء في الصحراء. فالأبواب كانت مفتوحة على مصاريعها، فهذا بيت الله والقادمون ضيوف الرحمن. لا تسيس للحج ولا ولي فقيها أو مرشدا أو طامعا أو خائنا أو منحرفا له مكان في الديار المقدسة. وفي رأي البيان بعنوان تنظيم الحمدين هو الإرهابي. ليست قطر العربية هي الإرهابية، ولكن تنظيم الحمدين الذي يدعم ويمول الإرهاب هو الذي يستحق هذا الوصف. وكم يحزننا أن يخرج الأوروبيون في مظاهراتهم يحملون لافتات مكتوبا عليها اسم دولة عربية شقيقة ملطخا بوصف الإرهاب. هذا التنظيم آجلا أم عاجلا سيلقى مصيره المحتوم.